اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما قلت لكم النهارده لازم نكون ايجابيين اعلاما حكومه شعبا، لان معالجه الظاهره اللي احنا بصددها، خلينا اكلمكم كلام صريح، ما حدث في ميدان التحرير من وقائع التحرش وما يحدث من هذه الوقائع على مستوى الجمهوريه هو جزء اصيل من حاله الانهيار الاخلاقي والقيمي التي اصابت المجتمع المصري للاسف الشديد في الفتره الاخيره. وهذه الحقائق لابد ان نقولها دون ان نكون مثل النعامه ندفن رؤوسنا في الرمال، لا، عندنا مشاكل كبيره جدا تتعلق ب، مش عايز اقول كلام فلسفي، نسق القيم والاخلاق في المجتمع بقى فيه مشكله كبيره جدا علينا، واحنا بنتطرق لظاهره سلبيه زي التحرش ناخدها من هذا الإطار العام اللي للأسف الشديد أصابته هذه الحالة. شرفنا في هذه المناقشة ضيفنا العزيز الدكتور محمود عاشور وكيل مشيخة الأزهر سابقا، أهلا وسهلا، نورنا يا فندم، ربنا يبارك لك، ربنا يديك الصحة يا رب. وأيضا الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي، أهلا وسهلا دكتور، نورنا حضرتك، أهلا وسهلا. كنت قبل حتى ما ندخل بالفقرة كنت بقول حضرتك يا مولانا ان احنا عندنا للأسف الشديد انهيار قيمي واخلاقي اصاب هذا المجتمع، هذا صحيح، واحد علاماته للأسف الشديد ظاهرة التحرش او يعني اللي احنا شاهدينه دلوقتي واللي كل يوم نسمع اغتصاب وتحرش، فحضرتك قلت لي ده لا اغتصاب ولا تحرش، ده اسمه زنا. هذا صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنا حزنت كثيرا هنا سمعت بهذا الذي حدث في ميدان التحرير، لأن مصر الأصيلة العريقة، مصر اللي بتصدر الدين الإسلامي لكل بلاد الله، مصر اللي بتعلم القيم والمسل والأخلاق للناس، حدث فيها هذا. دي معناه أن في خلل، هذا الخلل لابد أن نبحثه ونصل إلى جذوره وأصوله. احنا قبل ذلك، قبل 25 يناير قعدنا 18 يوم في ميدان التحرير، 18 يوم شيبا وشبانا رجالا ونساء، كل مصر كانت موجودة 18 يوما لم يحدث حالة تحرش واحدة، والناس شافوا تضامن المجتمع وتكاتف المجتمع وحب المجتمع بعضه لبعض في صورة فتاة مسيحية بتصب لأخوها المسلم توضيه في ميدان التحرير. رؤية هذا قبل ما تخلى الرئيس حسني مبارك على الرئاسة، وحصل 25 يناير الشرطة تنحت وسابت البلد، حصل انهيار أخلاقي، انهيار سلوكي، انهيار قيمي، انهيار في كل ناحية من نواحي المجتمع نهائيا. والانهيار ده جاء فجأة وكان من أحداث 25 يناير بسبب انسحاب الشرطة من المجتمع، لأنه الشرطة كانت بتردع وتزجر، مفيش شك في هذا ومحدش يقدر ينكر دور الشرطة في هذا المجتمع، وتمادى ذلك أكثر من مرة في كثير من الأمور، وفي قضايا مطروحة في القضاء حول هذه الموضوعات. بعد ذلك حدث أنه الدنيا مشيت وتحركنا، و30 يونيو وبرضه في 3 يوليو كان فيه مظاهرات في كل مدينة مصر، وكما وصفت وكالات الأنباء العالمية 30 مليون مواطن، لم يحدث تحرش واحد إطلاقا. إنما الكارثة الكبيرة أنه بعد ذلك يحصل اللي حصل في ميدان التحرير، وإحنا بنفرح بأننا تحولنا إلى دولة وتحولنا إلى صورة من الصور الجميلة الرائعة اللي ينبغي أن نعيشها. الشعب اختار رئيسه والرئيس تولى وبنفرح باختيار الرئيس، يوم يحصل اللي حدث ده. الحقيقة هي سببها ان المجتمع، الاسرة تخلت عن دورها تماما، ما بقاش فيه دور الاسرة في المجتمع، سابوا الولاد والبنات، الكمبيوتر هو اللي شغال والعيال شغالين على الشات طول النهار وبيشوفوا بقى ما لا يرى واشياء قبيحة وسيئة ومجرمة. بيخرج الشباب على طول على الشارع يشوف اللي شافه في الشات يطبقه في الشارع في المجتمع. مفيش اب بيوجه، مفيش ام بتوجه، مفيش حد مسؤول عن الاولاد في الاسره الا قليلا برضه، عشان يبقى ما ظلمناش الناس يعني. كل الناس تخلت عن دورها، سابوا الاولاد يتصرفوا كما يشاؤوا. ما ينفعش، لان التوجيه ده ضروره، والاسره هي اساس التربيه واساس البناء في المجتمع واساس توجيه الناس في المجتمع الاسره. لا
يعني اللي بيتربى في الاسره بيبقى طول عمره انسان سوي، اللي ما بيترباش في اسره مش هيبقى سوي عمره. وبالتالي الاسره تخلت عن دورها تمام. بيكمل دور الاسره المدرسه. المدرسه الان ما فيهاش ثواني مدرسه فيها مدرس العاب وما فيهاش مدرس تربيه دينيه، يعني فيها مدرس تربيه بدنيه او تربيه رياضيه وليس فيها مدرس تربيه دينيه. لا، واحنا عندنا التربيه الدينيه ان احنا نجيب كتاب الدين ونحفظ الصوره من الايه كذا. طيب ما ينفعش اصلا، ما ينفعش اصلا يعني. ليه؟ انا عاوز مدرس دون تربية. ان نتفهم حتى معاني الايات، عاوز أو مدرس تربيه دينيه متخصص ومسنده الى مدرس اللغه العربيه. مدرس اللغه العربيه مثقل بالنحو والصرف والبلاغه والادب والتطبيق والتعبير والاملاء والخط، بيدرس كل ده. فهو عاوز بقى وقت يصلح فيه كراساته، وقت يروح يشوف فيه اكل عيشه، فبيخلي حصة الدين آخر حصة وروح الولاد، أو إذا جلس بيخلي الولاد قاعدين هو يقف يصلح كراساته، ما بيقولهمش حاجة أبدا. لا، وحتى المادة التي تدرس في كتاب الدين ليست لنشر قيم معينة، ليست لنشر الفضيلة. الطالب ما بيوصلش للمعنى ده من اللي هو بيدرسه. ما أنا بقول لحضرتك الحاجة التانية الهامة جدا، إن مدرس اللغة العربية بيقول للولاد مش هاخد درس عيصة حتى أولاد 66، أسمعه إزاي بعد كده؟ يبقى مربي ازاي وموجه بعد كده الاولاد يستجيبوا له بعد ذلك كيف؟ اذا كان هو كده يبقى هيربي قيم، هيربي مسلم. انا عاوز مدرس دين متخصص يدرس ماده الدين فقط، يبقى شغلته ان يدرس ماده الدين في المدرسه ويدرس ماده الدين للولاد، بحيث ان وقت الظهر ياخدهم يروح مسجد المدرسه يصلي بيهم الظهر، وبعد الصلاه يديهم 10 دقائق ربع ساعه يقول لهم فيها معلومة دينية، معلومة أخلاقية، معلومة قيمية، معلومة تربي توجه الولاد، ويبقى هو نموذج في سلوكه وفي تصرفاته الأولاد. يبقى احنا هنربي هنوجه. زمان كانت الكتاتيب موجودة وكان بيبقى فيها درس دين، وكان المدارس كذلك، كان المدارس كذلك، وكان المدارس فيها المدرس اللغة العربية بيروح يصلي بالناس. دلوقتي ما عادش فيه صلاة في المدارس. طيب، ومفيش مساجد. طيب، وبعدين الحاجة التانية الهامة جدا، أهم من كل ده، حضرتك قلت لنا غياب دور الأسرة وغياب دور المدرسة. والمدرسه محتاجين ايه؟ كتاب التربيه الدينيه بالظبط اللي احنا بنقدمه للولاد، لا يربي دينا ولا قيما ولا اخلاق. احنا بنختار شويه ايات، بنختار شويه احاديث عشوائيه وشويه حكايات ونقدمها في كتاب التربيه. لا، احنا عاوزين كتاب يربي قيم، يربي اخلاق، يربي مسر، مش عاوزين كتاب كده. وبعدين مدرس متخصص ايضا. الحاجه الثانيه الهامه ان الولاد بيقروا كتاب التربيه الدينيه ليله الامتحان، ليله الامتحان، وانا شفت ده بعيني، عشان التربيه الدينيه مش ضمن المجموع، فيجيب الثمان درجات لان هي من ثمان درجات، يجيب الثمان درجات وخلاص وانتهينا. محتاجين التربيه الدينيه تبقى ضمن المجموع علشان خاطر يهتموا بيها، عشان الولاد يذاكروها، وعشان يبقى مكان في قلب الولاد وفي ضمير الولاد وفي حياه الولاد وفي توجيه الولاد في المجتمع. بيتعلوا بتعليلات غريبه جدا، بيتعللوا بتعليلات غريبه جدا، وهذه التعليلات ليست موجوده. طب اسمح لنا حضرتك يا دكتور نسال الدكتوره هدى، عايزين نسأل السؤال اللي بالعكس يا دكتور، ليه المتحرش بيقوم بفعل التحرش؟ طيب خليني أحط كلام مولانا على أرضية سوسيولوجية. أنت عندك حاجتين بيحصلوا في المجتمع المصري من وقت طويل، مش من ثورة يناير ولا 30/6 ولا كده. أنت فقدتي دور الطبقة الوسطى من 40 سنة، مخزن القيم كما يقال. الطبقة الوسطى في مصر وفي العالم بتقوم بدور إيه؟ تربية المجتمع كله. ليه؟ هي بتدي امل للفقراء انهم يحققوا حراك صاعد، فبترسم لهم رسمه اخلاقيه، وبتادب السفهاء الاغنياء لكي لا يرتكبوا بسبب المال الجرائم. فهي اللي تسود قيمها، من جد وجد من زرع حصد. فالطبقه الوسطى المصريه كانت امتدت وقامت بدورها بشكل فعال، ونشرت قيم الوطنيه، وبين الشباب نشرت قيم اخلاقيه عاليه. فكان الشاب يرى رفيقته رفيقة نضال. خلاص، الدور اللي كانت بتلعبه الطبقة الوسطى من ساعة قوانين الانفتاح السداح مداح، بدأت الطبقة الوسطى توجه إليها الضربات، فبدأت تعمل إيه؟ تحافظ بس على وضعها الطبقي. يعني إيه؟ ثابت المهام والواجبات والأدوار الاجتماعية والثقافية، وراحت بقى تجيب عقد عمل بسرعة، تلحق تحط نفسها تاني في مكانها، لأنها هددت بالسقوط الاجتماعي إلى أسفل عند الفقراء. وده حصل، يعني الأسرة اللي الأب فيها كان في ظل الظروف القديمة يقدر يعيش في شقة إلى آخره، يعني من ظروف
كان الدرس الخصوصي يعتبر إهانة للطالب، فالطبقة الوسطى يعني بقيت أشباحا لكن لم تعد مربية. ده من جهة سقطت معاها قيمها، فين من جدة وجدة ومن زرع حصدة؟ لا، ما احنا شفنا أغنياء يمارسون السمسرة وتجارة العملة والتهريب، فتسقط القيم وتيجي قيمة اختف وفر، اللي تلحقه واللي تغلبه العبه إلى آخره. فسقوط الطبقة الوسطى أسقط المجتمع المصري في براثن. طب القيم السائدة هي قيم إيه؟ السفهاء من الأغنياء مش الأرستقراطيين. السفهاء الذين نشروا هذه الأفكار، فتظهر الأغنية المنحطة والفيلم المنحط واللغة المنحطة، وبدأت اللغة المصريين كانوا يغلفوا ألفاظهم بالسلوفان، يعني أقولك بعيد عنك أنا تعبانة، ليه بقولك بعيد عنك؟ دعوة مش كده؟ كنا نتفادى إرسال الكلمات التي تحمل طاقة سلبية، فكل كلامنا دعوات. واسم الله على مقامك، لو قلت كلمة مش كويسة لازم أقول قبلها الكلمة التي تحفظ قيمة من أحدثه. مش كده؟ وأقولك مثلا أنه في حد مات ما أقولكيش، أقولك تعيش أنت، وأقولك فلان بعافية، فأقولك كلمة المضادة وأنت عارفة مدلولها. فكانت هذه اللغة والأخلاق التي تسود المجتمع المصري. وإذا بهذا المجتمع المصري معظم الناس من كل الفئات الاجتماعية خطفت رجلها إلى مجتمعات أخرى علشان تجيب لقمة عيش وتحفظ موقعها الطبقي، وهي بتعمل الحركة دي حصل لها فقدان لثقافتها. في نفس الوقت اللي المجتمع المصري فيه لازم نلومه ونوجه له كمجتمع بقى، من القرن التسعتاشر بيلعب مع المرأة المصرية لعبة بقى أنا بسميها في علم الاجتماع لعبة الاستدعاء ثم الطرد. في حزنكم مدعيين وفرحكم منسيين، يعني يجي المجتمع المصري يدخل ثورة 19 تروح النساء معرضة صدرها لرصاص الاحتلال مش كده؟ مع هدى شعراوي طبعا. وبعدين سعد زغلول يغضب من هدى بعدها، بعد ما ينفض المولد يتم تسريح الجيش النسائي. ليه؟ لأنه الثقافة الانتهازية تجاه النساء تسود أفكار المجتمع المصري، فتستخدم النساء. تطلبي حق يديكي واجب، بس أنا عايز مش نفسك في حق هديهولك واجب فتنهكي مش كده؟ فأقولك مش انتي اللي طلبتي انك تخرجي وتشتغلي، يعني كأنه يمن عليكي بكفاحك. يبقى محتاجين، لا محتاجين حوار اجتماعي كبير. المجتمع المصري عليه ان يعتذر لنسائه اللي خرجهم عشان يصرفوا على تلت المجتمع، مش المرأة المعيلة بتصرف على تلت المجتمع طبعا. يطلعهم ويلومهم ويهنهم، ويبقى المنابر التي لا تخضع للأزهر الشريف تتحدث إلى النساء وعن النساء بصورة تشوه المرأة المصرية. طب هنتكلم في الخطاب الديني، بس في حاجة دكتور يعني أنا كنت بفكر فيها النهاردة الصبح. أمهاتنا وأجدادنا في عصور سابقة كانوا بيخرجوا هما في أبهى صور الحلية، مش كانت الطبقة يعني الوسطى منتعشة؟ كانت السيدة بتلبس فستان رقيق، وما كانش فيه يعني حتى أفتكر في الأفلام العربي القديمة المعاكسة والألفاظ كانت تحمل فكرة المعاكسة، لكن فيها احترام لأدمية وقيمة المرأة يعني، وما كانش حد يقول أصلها مش محجبة، أصلها لابسة قصير. أصلها أنا كنت في السودان سنة 1970، وكان اللي اتصرف تصرف نابي، يعني قال كلمة مش خارجة، كلمة مش محترمة، ولو أصله ما عداش على مصر. صحيح، الله حقيقي أصله ما عداش على مصر، لأن مصر بلد القيم، بلد المسر، بلد الأخلاق. احنا محتاجين الدين يبقى له مكان في المجتمع، سواء كان دين إسلامي أو مسيحي، لازم الدين لو مكانه في المجتمع، لأن الدين برضو بيعلم، بيربي، بيوجه، بيضع قيم، بيضع مصر، بيضع أخلاق، مصدر الإلزام الخلقي. ينبغي أن تسود. تصورت جامعات جميعا ليس فيها ثقافة دينية على الإطلاق، ما عدا جامعة الأزهر وكليات دار العلوم في الجامعات، والباقي كلهم فيه ثقافة دينية على الإطلاق. محتاجين يبقى في مادة ثقافة دينية ولو مرة كل أسبوع، عشان الناس تعرف دينها، تعرف سلوكها، تعرف أخلاقها، تعرف كيف تتعامل. بس يكون الأزهر هو اللاعب الأساسي. صحيح، لأن احنا شفنا خطاب ديني يضرب دور الأزهر المستنير طبعا، ويهاجم النساء هجوما يعني بسببه الطاقة الإبداعية. ما هو ده كلم فلات اللي حصل في المجتمع.
ده الانفلات اللي حصل في المجتمع ان في ناس لا علاقه لهم بالدين بيكلموا في الدين بيوجهوا في الدين، اعتلى المنابر بيقولوا كلام ديني، اعتلى المنابر الرجال موحد يا مولانا. هناك زي ما الدكتوره بتقول منابر يعتليها، ده احنا سمعنا فتاوى في الفتره الاخيره الحقيقه. لازم لازم تسمعي الفتوى السيئه لسبب دي بعيده الأوقاف الحالي. بعيده عن دور الازهر الحقيقه الشريف اللي احنا بنحلم باستعادته، لانه في ظله نساء مصر عاشوا ازهى عصرهم. انما لما يطلع في هذه ده في قناه في احدى القنوات الفضائيه بتاعتهم، انا شفت من يسمي نفسه شيخا الله اعلم، امراه منقبه بتقول له انا خرجت يا مولانا للسوق فتحرشوا بيا، فما الذي اغراهم بالتحرش وانا منقبه؟ شوفي ردوا ايه بقى. قال لها لقد خرجت بغير حاجه فكان الشيطان في اعقابك. لا حول ولا قوه. فتبقى الست دي في الاخر هي الضحيه والمجرمه، لأن الشيطان يسكن أجساد نساء مصر. إذ فجأة طلع الشيطان يسكن أجسادنا، ها؟ وهي القضية يعني في دراسة أنا شفتها في الولايات المتحدة عملها باكستاني مسلم اسمه آصف بيات، اسمها الإسلام والبهجة، وهي دراسة جميلة جدا. بيقول فيها تعرضت مصر منذ الستينات، بدأ يبقى فيه بالراحة كده وبشكل ناعم، اكتشف ان دور مصر زعيمك خلاكي زعيمة. خلاص سحبت كلمه مني وانا قعدت اتفرج. معلش انا اسف، سحبتيها قطعتي عليها كلام. لا 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 خليك انا سبتك قلت كل اللي انت عاوزاه وما قطعتش كلمه. طيب انا احنا لا ما ينفعش تقطعين. لا لا ثانيه واحده، ما ينفعش تقطعين. طيب احنا انا كده ما كملتش اللي قاله. معلش برضو لازم كل واحد يقول لي خلاص خلاص هنقول المثال يا دكتور. احنا عايزين بس على فكره انت بستغرقك حديث مولانا وبتنسي ان انا قاعده هنا. لا طب احنا قلنا النهارده ان احنا نعمل حوار ايجابي. احنا كلنا هدفنا المجتمع يبقى حوارنا ايجابي. بس افتكري ان انا لازم اقول لك دراسه اصل حياتي جايين نعمل نعمل موضوع ولا جايين نتخانق؟ لا جايين نتخانق. اتفضلي وانا مش هتكلم. لا 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 اتفضلي. طيب ثانيه واحده يا دكتوره، مش محتاجه اتكلم خالص. الدكتوره هدى بتكلم لحضرتك، احنا قبل وانا بكلمها كل تقدير انها ما ينفعش. اتفضل حضرتك يا صاحبي تكلم وانا هبتدي اتكلم. ده لسه هقول. اتفضل. كان يتحدث الدكتور عن الخطاب الديني، فهي علقت بس على فكره من يقومون بالخطاب الديني، ودي كانت نقطه مهمه. اتفضل يا فندم. ستي احنا عندنا وزير الاوقاف الان خد قرار بانه لا يعتري المنبر الا ازهري، وقال هيطبق من بكره، وقال الخطبه الموحده انه يبقى في خطبه موحده الائمه جميعاً يخطبوها كل واحد بطريقته، يعني حسب المجتمع اللي هو بيعيش فيه. اللي بيعيش مع الفلاحين بيقول ما يناسب الفلاحين، بيعيش مع المدينه يعيش مناسب المدينه، بيعيش مع العمال وما يناسب العمال، وهكذا. ده لا شك خطوه موفقه نحو الخطاب الديني. نحن محتاجين خطاب ديني عام، يا ربي قيم، يا ربي مصر، يا ربي اخلاق. محتاجين الشباب في المجتمع، ما هو مش كل الشباب بيروح الجامع. انا عاوز اكذبه ازاي؟ يبقى عندي زي ما عندنا مشرف ثقافي في كل مركز شباب، يبقى فيه مشرف ديني، ويبقى فيه في كل نادي مشرف ديني. مشرف ديني وظيفته ان يوجه، يدي كل اسبوع محاضره على الاقل يقوم فيها الاخلاق والمصر والقيم. لما يشوف انحراف في شيء يتكلم عنه، يعني ما يبقاش الجامع بس او خطبه الجمعه. ما هو الجامع بس، مش كل الشباب بيروح الجامع. انا عاوز انزل لهم في عقر دارهم بقى، صحيح، مراكز الشباب في النوادي، وعندنا الاجازه الصيفيه جايه وكله هيروح النوادي ومراكز الشباب ومعسكرات الصيف جميعا. يبقى فيها رائد ديني، مشرف ديني، حد بيتكلم في الدين. لانه ما ينفعش ان انا اكتفي بالمسجد واسيب كل هذه الاماكن متاحه لمن يريد ان يعبث، واللي بيعبثوا كتير واللي بينشروا الفساد كثيرين. محتاجين نحاصر الفساد من جميع الجهات، نحاصر هذا الفكر. لابد من ذلك، لانه ده بيعني ان انا فعلا بحيط المجتمع بسياج من القيم ومن الاخلاق تمنعه من ان يفعل مثل هذه الفعله مره اخرى. طيب نروح للدكتوره بقى. والدكتور والله وحضرتك بتتكلمي كان يعني في اعجاب شديد بمضمون ما تذكريه حضرتك. انا مش مختلفه معاه. طيب نتكلم في الدراسه اللي عملها الباكستاني المسلم، يعني لان دي مساله عن مصر. بصي هي بتشرح لك يعني مولانا مركز على انه على الدين ان يكون له دور فعال في التربيه. في الحقيقه يعني لازم نقول انه يعني انه آصف بيات لما قال مصر كانت بتصدر الثورات والافكار الثوريه والدول كلها تسير وراءها بقوتها الناعمه وقوتها الفكريه، فقرر اعداء مصر تقوليهم اعداء الذين يخافون على عروشهم، تقولي الاسرائيل، تقولي كل دول،
معا اتفقوا على تصدير طيار يسمي نفسه بالإسلامي ويكون متشددا، يحول صورة الإسلام إلى صورة سوداء قاتمة وينتشر ببطء من دور العبادة والمدارس، بحيث أنه في النهاية ويقيس درجة تقدمه على أجساد النساء المصريات. زي ما أنت كنت بتقولي كانت النساء لا تعاني إذا لبست أي لبس، يقيس درجة تقدمه. كلما غطت النساء أجسادهن بدعوة أخرى غير الاحتشام، لاحتشام أمر للرجال والنساء في الدين الإسلامي، لكن بدعوة أخرى أن تصبح النساء أداة لعرقلة الرجال، فيبقى الرجال مشغولين بمراقبة نسائهم ويبقوا مشغولين بشكلهم، فيبقى الرجل طول الوقت عمال يقولها إيه الحتة اللي بنت منك وانت مين اللي بصلك، فيبقوا الاثنين بدل ما هم قوتين متشاركتين لبناء المجتمع في الدفاع عن الأسرة والحركة الإيجابية في بناء المجتمع، ويحفظ الطاقة الإبداعية للنساء والرجال معا فتحققي تنمية. انت في 10 سنين حققتي 4 أضعاف تنمية في 10 سنين، 4 مرات بفضل مشاركة قبل ثورة يوليو 52 قعدت 40 سنة لا تتحرك حركة التنمية. فالتنمية دي كان مفروض انها تتضرب في 67، ما تتضربش بس حربا، لان سهل قوي ان انت تحاربي عسكريا تنهزمي وتنتصر، ثقافة ومجتمع، انما ثقافة وفكرا على رجال مصر انهم يتكعبلوا في نساء مصر. فبدل ما الاثنين يبقوا قوة داعمة يبقوا الاثنين مشغولين بمراقبة بعض وتحت اسم كبير كده، زي ما قلتلك يبقى يعني في طالب في سنة تانية اجتماع من 15 سنة والده عميد كلية جابني قال لي مدحت هيفقد عينيه بسبب فتوى. فتوى؟ أيوة. ذهب نظرة الرجل إلى المرأة، إلى إحدى الزوايا ذهب مدحت وأخوه وكان في طب أسنان، فقال لهم إذا بصيتوا للنساء، يعني في طبعا الدين الإسلامي موضح الموقف قوي، لا هو ترجمه بقى، قال لهم ما ترفعش عينك عن جزمة الستات اللي في الشارع، إذا لقيتها ست لا ترفع عينك عشان تتفادى عذاب الآخرة، إذا لقيتها راجل ارفع عينك. فتحول مدحت في خلال سنة ونص إلى أن عضلات الجفون بقت ترهق من الضغط الشديد. انتهى به الحال، والطبيب يقول بعد شهرين هنضطر عشان نرفع جفون مدحت هنستخدم حاجة تشبه المشابك عشان يبص. دول الشباب اللي الدكتور محمود بيقول لازم نوصل لهم، مش بس يعني مش لازم نوصل لهم نستنى خطبة الجمعة ولا المسجد، هنا كمان سيطري، لا كمان لازم، هو قال حاجة مهمة انك تسيطري كمان. كل واحد بصراحة طول لنا دقنه ولبس جلابية وقعد يفتي، مش كده؟ يعني كمان خد سحب البساط من تحت رجال الدين الأجلاء وبدأ هو يمارس علينا إيه بقى؟ يمارس رؤيته الفردية. وطبعا أول ما تسمعي كلمة دين أنت لا تجرؤي اعترضي بقى على كلام ربنا بقى، يعني أول ما يجي يكلمك يروح قايل لك كده، فتبقى أنت إيه؟ تعجزي مهما كان عقلك ها سليما عن المناقشة المنطقية. فهو يدفعك دفعا خارج المنطق الإسلامي. هو الإسلام لما نزل على قبيلة صغيرة اسمها قريش مش حولها لدولة عظيمة طب مؤثرة لغاية أوروبا؟ طب لما يجي مصر يحول الدولة للقبيلة بأمارة إيه؟ مش ده كان النية؟ تحويل مصر من دولة لقبيلة، يعني عكس الاتجاه. الإسلام حافز مادي وحضاري غير إن هو دين، أخد بالك؟ لما يجي في مصر ويستخدم تحت اسمه تحويل مصر إلى من دولة عظيمة إلى قبيلة يبقى نشك كتير. طيب احنا عايزين نحط نقاط رئيسية، مسألة الخطاب الديني وأن هذا لابد أن يكون موكلا لمؤسسة كبيرة وهي تمثل الوسطية في العالم الإسلامي كله، مؤسسة الأزهر الشريف. لكن أنا عندي حاجة شغلاني جدا، من يتحرشون بالشباب اللي بيتحرشوا في الشوارع غالبا وقد أكون مخطئة مش من المستوى اللي احنا بنتكلم عليه ده، احنا بنتكلم عن مستوى شباب يعني يشعر بحالة من الضياع، عايش في عشوائيات، بيخرجوا مع بعض يعملوا مجموعة كده مع بعض ويروحوا مكان، زي ما السيدة الفاضلة قالت للرئيس السيسي، قالت له ده هم منظمين وعارفين هم بيعملوا ايه، هم بيعملوا انه بيلموا بعضهم الحارات اللي جنب بعض ويروحوا يعملوا وقائع
التحرش، احنا امام شباب بعيد يا مولانا عن المدرسه وعن الجامع وعن الجامعه وعن كل الحاجات دي، احنا امام شباب مهمش، دور شباب الدولة بعيد. دور الدوله ان تبحث عن هذا الشباب وعن تبحث له عن عمل، لان كثير من هؤلاء لا عمل لهم. وانت شايف المجتمع والبطاله ومشكله البطاله في المجتمع، هذه المشكله ايضا سبب من اسباب التحرش. محتاجين نقضي على البطاله في المجتمع. ثانيا لابد ان نذهب الى هؤلاء المهمشين. العشوائيات لابد لها من حل، ما تظلش عشوائيات كما هي. لانه انا في قريت انه احدى الفتيات بتعيش هي وابوها وامها واخواتها سبعه في حجرة واحدة. حضرتك قريت، انا شفت ده بعينيا في حجرة واحدة. صحيح، حجرة واحدة دي معناها انه في خلل، يعني الراجل لما يعاشر زوجته الاولاد قاعدين تحت السرير ولا فوق السرير هيبقى ازاي يعني. فهي القضية قضية انه لابد من حل لهذه العشوائيات. اسمح لي يا مولانا اقول مثال بس، سلامة المجتمع وعدم احد انما ما تفضلت به الدكتورة الان. ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وسيدنا النبي كان قاعد مع اثنين من زوجاته، فدخل عليه سيدنا عبد الله بن مكتوم وكان أعمى، فسيدنا النبي أشار لزوجاته أنهم يخرجوا فما خرجوش، فقابلوا عبد الله بن مكتوم وخرج، فقالوا له قالوا انا مش شاورت لكم تقوموا، قالوا ده اعمى يا رسول الله، قالوا ما عمياواني انتن عمياواني يعني المراه ايضا. ايوه ما هي لازم يبقى الاثنين مش واحد بس. والقران ما يتكلم على الاثنين، قال ده وده لازم يغضوا من بصر. وشوفي بقى تعليم النبي وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم عشان نقوله للدين كلها تتعلم وتعرف. جاء راجل يستاذن سيدنا النبي في الزنا، بيستاذن سيدنا النبي يزني، قال له يا رسول الله انا عاوز. سيدنا النبي بأدبه وبقيمه وخلق قال له أترضاه لأمك؟ قال له لا وفداك أبي وأمي يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ قال له لا وفداك أبي وأمي يا رسول الله. أترضاه لزوجتك؟ قال له لا وفداك أبي وأمي يا رسول الله. أترضاه لابنتك؟ قال له لا وفداك أبي وأمي يا رسول الله. قال له فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم. ومسح النبي بيده الشريفة على صدره. الرجل ايه؟ خرجت، قال خرجت من عند رسول الله وما شيء ابغض الى نفسي من الزنا. دي قضية لازم نعرفها، ان الست اللي في الشارع ما هي ام يا اخت يا زوجة يا بنت، وانا ليا ام وليا اخت وليا زوجة بس اسمح لي يا مولانا، بنت حاج بتتكلم عن شاب عنده هذا النسق من القيم او هذه المجموعات. لازم نعلمه. انا عندي شباب ونربيه يعني ونوجهه. لازم نعلمه. انا بشوف من يقومون بوقائع التحرش لما بيتم القبض عليهم، يا دكتوره ده هم بعيدين كل البعد عن المجتمع وعن الطبقه المتوسطه اللي حضرتك كنت بتتفضلي بتتكلمي عنها، اللي عندها قيم وعندها مبادئ وعندها مصر. لا، احنا عندنا قطاع من هذا الشباب للاسف الشديد لا بيشتغل ولا بيروح مدرسه ولا بيصلي ولا بيعمل. لا، ده شباب ضايع وبيلموا بعض بصراحه شديده. ده احنا ما عندنا اشبه بعصابات. طيب اتكلم ولا هي مسؤوليه الدوله انها تجمع هؤلاء الشباب؟ حضرتك وضحت وتربيهم. فرصه للدكتور وتوجههم. لا انا مش بقاطع. طيب. وتربيهم وتوجههم. لا انا مش هستنى ما يسمح لي مولانا. انتهينا. اولا يعني العصابات اللي حضرتك بتقولي عليها هي لا تمارس لا جنس ولا كبت ولا الكلام اللي بيقولوه اللي بيتكلموا في المساله الجنسيه، وكانه ليس في حياتنا سوى هذا الشيء. كل الناس ما بتتكلمش غير عن الجنس، سواء كانت بتتكلم في مدرسه ولا جامعه، محدش بيتكلم عن الانجاز ولا الابداع ولا قيم العمل. كله بقى مشغول فقط بده. طيب الفريق اللي حضرتك بتقولي عليه تكون هكذا، لازم نقول قبلها انه انت في المجتمع ده كنت بتربي المجتمع كله بما فيه فقراءه، مش كده؟ لان لديهم الامل في الصعود وتبني القيم. فانت حذفتي دول في ايدين الشيطان الابليسي الذي ذهب الى المنبر من ورا الجامع من ورا الازهر الشريف، اخذهم للمنبر وبرر لهم بخطاب تحريضي
يسمونه خطابا دينيا، خطاب تحريضي على النساء. حتى الأستاذ اللي كان في الجامعة من كام يوم بيقولوا له البنت اللي صوروا التحرش بيها في جامعة القاهرة قال أصل كان لبسها. أرجع بقى للشيخ رفاعة الطهطاوي اللي لما راح باريس قال الذي أتى باللخبطة في عالمنا الإسلامي أننا كنا نربط العفة بالملبس، لكن هو راح بلاد لقى الناس فيها عفيفة ويحلف الرجال، قال كده، يحلف الرجال بشرفهم ويقصدون بشرفهم عفة نسائهم، ومع ذلك فلم يكن العفة مرتبطة بالشكل. فإذا ده من القرن التسعتاشر والقصة دي أنا عايز أقول يقول يا دكتورة، ما أنت حضرتك قلت مثال الشيخ اللي قاله بس أكملك العصابات أكملك العصابات العصابات دي مأجورة، أوكي، مأجورة علشان تمارس عدوان. أشد أنواع العدوان سوءا هو العدوان الجنسي. ثبت أنه عدوان وعنف وليس جنس، ليس رغبة في جنس، إنما عدوان وعنف يتجهون به حقنة سم نائع في قلب الضمير الجمعي. تريدون لهذا، عايزين يقولوا لنفسهم إيه؟ إحنا خرجنا على هذا المجتمع، لو سارق يبقى سرق فرد مش كده؟ لكنه هنا إيه؟ هو يضرب قاصدا، أو اللي بعته يضرب قاصدا قلب الضمير الجمعي، اللي هو إيه الضمير الجمعي؟ مجموعة القيم ومعايير الشرف مش كده؟ هو بيضربها فين؟ في السيدة، في المقدس. لا، ما احنا بنقدس أجساد نساء، بنقول ده أنا على، مش الناس بتحرم تحلف شرف أمي؟ طيب ليه هو؟ لأنه أغلى 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 مقدس. طيب هو هيروح يضرب شرف الأم عشان يقول في الآخر إيه؟ أولا عشان يعاقب نسائنا لأنهم استردوا دورهم، ونسائنا مش هيتخلوا عن الدور اللي استردوه، دورهم في صنع نهضة اجتماعية حقيقية وتنمية حقيقية لمجتمعهم برغم العرقلة اللي عمالة تحصل بسبب أفكار وثقافة تسيطر على عقل الجمعي للمجتمع المصري. لا، النساء واخدين الدور ومكملين، لأنهم النساء يشعرن أن مسؤوليتهم جت خلاص. مفهوم الرجولة وقع بقاله مدة، مفهوم الرجولة اللي وقع النساء بترجع تعوضه وبتطلع للميدان، فيذهب إبليس ليلعب البلياردو في ميدان التحرير، يضرب كرة واحدة فتضرب 20 كرة، تضرب البهجة ودور المرأة والفرحة الجديدة والبنية الجديدة مش كده؟ عشان في الفرح يضرب بقى ضرب نار. بس أنا شغلني كمان، يعني حاجة بتكلمي عن الفئة المأجورة التي تستخدم طبعا كأداة لتنفيذ ذلك، لكن أنا برضو هممني قوي الشباب اللي حضرتك بتتكلم عنهم اللي لابد ان نصل اليهم، الدوله والاعلام والدين والمجتمع. اتفضل يا فندم. يعني انا ضد عمليه المؤامره، ان كل حاجه جايه من بره وكل حاجه متشفره وكل حاجه ماجورين عليها، ودول ناس داخلين عشان يهدوا بلدنا. لا ننسب الى انفسنا تقصير. الاعلام بقاله 3 ايام او 4 ايام مشغول بهذه القضيه، مفيش قضيه في الاعلام الا دي. احنا عندنا قضايا كثيرة هامة جدا، قضية دي علاجها نحدده 1 2 3. هذا العلاج لابد ان يقوم وان يؤدى حتى نضمن سلامة المجتمع. الاولاد اللي قلت عليهم لابد ان هنشوف، مش هنشوفهم في مدرسة ولا في جامعة ولا في محل ولا في الجامع، نروح لهم بيتهم في مركز الشباب. هناك في كل العشوائيات في مركز الشباب، نروح مركز الشباب في العشوائيات ونشوف الولاد دول ونوجههم ونربيهم ونمشيهم. احنا عاوزين نمشي بالبلد، مش عاوزين نقف عند حادثه معينه او واقعه معينه، حادثه بشعه وسيئه ويمكن كلنا نفرين منها لانها غريبه على هذا المجتمع، انما لابد ان نضع حل لهذا. ما نقفش كلنا نولول ونلطم الخدود ونبكي على اللي حصل ومحلك سر. احنا عاوزين برضو ان نعمل، نشتغل، ننتج، نبني. المجتمع محتاج ده كله، محتاجه. ما نقفش بقى نولول ونلطم الحدود، بس كل حتة والواقع بنحط لها الحدود، الحلول 1 2 3 4. نحدد الحلول لهذه الواقعة ونبتدي نعمل، نقوم بعمل الحلول، ثم ما احنا كان ده هدفنا من حوارنا، نتقدم بالمجتمع الى الامام. ان في قانون، في قنوات فضائية قاعدة تقول وتقول 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 على التحرش. احنا بنعمل دعاية للتحرش، ما كده بنعمل دعاية للتحرر. لا، أنا هممني كمان يا فندم، كان زمان يقولك أي زاوية أو أي جامع صغير كده بيبقى فيه خطيب، أنا عايزة أسلم هذه الأماكن لناس أمناء زي ما الدكتورة بتقول، مش عايزة خطيب يطلع على هذا الجامع يعقد الشاب ده في حياته ويخليه طول الوقت باصص لتحت. اتفقنا أنه وزير الأوقاف
ده قال من بكره يا فندم في تطبيق خد قرار بانه لا يعتلي المنبر الا ازهري، وانه الخطأ لصلاه الجمعه هتكون في المساجد الجامعه وليست في الزوايا الصغيره، وبالتالي واللي بيروحوا ياخدوا درس عند الشيخ فلان ويفتلهم احنا فيه خدنا خطوه الى الامام، محتاجين ننتظر بقيه الخطوات. شوف احنا رايحين فين، لما نوصل لمراكز الشباب ونوصل للانديه او نوصل لاتحاد شعبيه يبقى وصلنا فعلا الى عقر دار الشباب المنحرف او المنحل، نوجهه نربيه نمشيه نعلمه، وشباب بلدنا بخير وشباب بلدنا كويس. اذا كانوا 15-20 ألف منحرفين عندنا ملايين عندنا ملايين من الشباب ما شاء الله عليه وزي الفل. طيب نصل اليهم في اي مكان هم فيه زي ما حضرتك الدوله تفضل. مسؤوله الدوله مسؤولة عن الوصول مسؤوله مسؤوليه كامله، استعاده دور الاسره، استعاده دور المدرسه، استعاده دور الجامعه، استعاده دور المدرس، قيام دور العباده دور. ايضا المسجد والكنيسه المسجد طيب. والكنيسه ايضا هاخد يقوموا بدورهم. اجنده او حلول يا دكتور علينا ان احنا عايزين معالجه، جزء منها قانوني بوجود قانون رادع لهذه الممارسات، وعايزين جزء اخلاقي وقيمي يتم غرسه في هذه المرحله، وعايزين مجتمع يتحرك للتعامل سريعا مع هذه السلبيات. وزي ما اتفقنا تحرش او غيره من جرائم الاعتداء والعنف هي جزء من منظومه قيميه منهاره الان، كيف يمكن استعادتها؟ لا هي مش منهارة، وأنا أؤكد على وجود المؤامرة مولانا. المؤامرة شغالة من أول ما اليهود بدأوا يكتبوا التاريخ العبراني افتئاتا على التاريخ الإسلامي. فالمؤامرة شغالة ما حدش ينكرها عشان ما نبقاش يعني ليست وحدها، هناك أخطاء نرتكبها نحن. أنت دلوقتي الولاد بيعترفوا أنهم مأجورين، والشات والفيسبوك بيوري شماتة اللي أجروهم. فما تنكريش المؤامرة، لكن طبعا. في نفس الوقت إذا وصل الغرغرينة لإصبعي بقطعه قبل ما أخدش فيها قرار، ما عادش أدور إزاي أدب صباعي عشان يدخل يدمج في جسمي، وهذا دور القانون. عندما تصبح غرغرينة فالعقاب للغرغرينة البتر خلاص. يبقى إذن في سيدنا نوح ما استناش ابنه لما يؤمن ويصل إلى الشباب عشان يقنعهم إنهم يؤمنوا فيركبوا مع البشرية المؤمنة في السفينة، مش كده؟ المؤمنين ركبوا تتحرك السفينة، اللي يكفر يعزموا الجبل ويجرفوا الطوفان. إحنا مش فاضيين ندلع حد. الفترة القادمة لازم تبقى بالدرجة الأولى حاسمة قبل ما يبقى فيها نصل إلى شباب ونربيه. التربية عملية طويلة، أنت ما بتجنيش ثمرة في ساعتها. صحيح. لكن مهمة قوي إنه كمان خطاب الفحيح اللي احنا سمعناه 40 سنة والتلمذ الذي جعل النساء نفسهم يفقدوا الثقة في نفسهم. يا سيدتي البنات بتبقى طبيبة ومهندسة وما فيش في داخلها هذه الروح القوية اللي كانت عند بناتنا في الستينات، فما ينفعش كمان البنات اللي راحوا عروا أستاذتهم في جامعة الأزهر كانوا دول ايه؟ ما كانوش شباب مش كده؟ وما كانوش مش متعلمين، دول كانوا بنات لكن كانوا بيتصرفوا من بؤرة الحقارة اللي ايه النبع الحقير والمستنقع اللي قاعدين يشربوا منه ويضعون عليه من فوق عنوانا دينيا لكي تصبح الحقارة مقدسة. ما ينفعش يعني المواجهة عليها ان تحدث الان وفورا، واخد بالك؟ ما ينفعش التعامل الحاسم مع هذه التجاوزات بتطبيق القانون. انت امال الرضع دي القانون علاج كل المشاكل، علاج كل المشاكل مش دي بس. تطبيق الحاسم للقانون صحيح يا فندم، صحيح ما يبقاش فيه مجامله. تطبيق لو طبقنا القانون من سنوات كنت تلاقي المجتمع من احسن المجتمعات الان. تطبيق القانون، انما بنهمل القانون لفترات طويله صحيح، وبعدين ده ابن فلان وابن فلان وخال فلان وعم فلان انتهت القضيه كده. لابد من تطبيق لهم تطبيق حاسم ورادع، ونضع من القوانين ما يضمن أمن وسلامة المجتمع وعدم تحوله إلى مثل هذه. وزي ما الدكتورة هدى قالت التربية مرحلية، لكن لابد من الأساس السليم. لأن أنا قلت لكم النهاردة تطبيق القانون ليس فقط لعقاب الجاني، ولكن رسالة ردع أيضا لمن تسول نفسه. ست ربنا نفسه ربنا شخص. لما اتكلم عن الزنا قال إيه؟ قال وليشهد عذابهما لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى أنا لا تأخذكم بما رأفة، ده الردع والزجر
الذي ينبغي أن يكون وليشهد عدمه ما طائفة من المؤمنين عشان يبقوا زاجر ورادع للآخرين ما ارتكبوش مثل هذا البوح. طيب. مولانا مخوفنا احنا الاثنين. لا يا فندم ده مولانا ده حبيبنا. تفضل يا دكتور. يعني عايز أقولك أنه حتى الذين ارتكبوا زنا في حياتهم كانوا يرتكبون جريمة تمسهم بشكل فردي. احنا بنشوف دلوقتي عدوان على الأمة. يعني المسألة أكبر صحيح. بكتير صحيح. من أنه أحدهم سرق وأحدهم صنع علاقة غير شرعية. إحنا دلوقتي بنشوف سيدة شريفة ها تسير في الشارع أو فتاة خارجة للكفاح. لهم البنات في مصر بيخرجوا للنزهة في الهواء الطلق بيخرجوا بغير حاجة ولا بيخرجوا للكفاح والعمل. لكن اللغة التي تستخدم على أعلى مستويات تتحدث إلى النساء واحد باختصارهم إلى جسد. مش كده؟ ما بقوش عقلية. ما بقتش يعني النظرة مش مستنيرة لهذه الطاقة النسائية العظيمة. بيبصوا لهم جسد وجسد في حالتين يستخدم. إما أن يتغطى باعتباره متعة شرعية وإما أن يتعرى عشان في واحد عايز يستخدم بنات الكليب. مش كده؟ يعني إذا ما بين السلفي وما بين الرأسمالي الشرير النساء جسد في الآخر. لكن النساء كقوة فاعلة اجتماعية قادرة على نقل مجتمعها من ظرف لظرف آخر. من الذي يتحدث بهذه اللغة؟ ده طول الوقت احنا نصطدم بناس نظن يسقبهم يعني يسبق اسمهم لقب الدكتور ولقب الأستاذ. لا بس هناك نظرة تغيرت يا دكتور. هناك إدراك لأهمية دور المرأة الآن يعني المشاركة الكبيرة للنساء. عشان يستغلوا المرأة ولا عشان ينصفوها؟ لازم يتم انصافها. معلش عشان المرأة مستغلة طول الوقت تنهك جسديا تشتغل طول الوقت وبعدين نقول نرجعها البيت ولا نخليها. بتتكلموا عن مين؟ عن الستات اللي في مناصب اللامعات. أمال الستات اللي بتشغل خادمات بيوت وراعيات غنم وفي الغيط لا أحد يتحدث عنهم. عارفة ليه؟ لأنه يتم بنظرة انتهازية استغلال طاقتهم. ما يكتبوش حتى في السجل بتاع النمو الاقتصادي. تبقى منتهكة ومشغولة طول الوقت وبتدفع لكن مش محسوبة. شغلك يا دكتور لا يراها الناس لكن احنا بس الستات اللي عليهم العين. ويفضل تكريمهن بأنهم يبعدوا خالص عن الكفاح. لا يا فندم الثقافه دي هتتغير بما لا يدع مجالا للشك. بس اسمح لنا حضرتك واسمح لنا مشاهدينا احنا عايزين نستثمر وجود حضرتك معانا النهارده ليله النصف من شعبان يعني نختم بدعاء ربنا يستجيب لنا جميعا في هذه الليله الكريمه. هي اولا من الليالي المباركه الشريفه اللي قام فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضو عشان ااكد ان الاسلام بيدي المراه حقها ستنا عائشه بتحكي بتقول كان النبي عندي كان عندها في حجرتها كانت ليلتها فأخذت أتفقده فلم أجده ما لقيتوش فظننت أنه ذهب إلى أخرى فخرجت فوجدته قائما يصلي فسجد حتى أطال السجود فحركت إبهامه فتحرك لأنني ظننت أنه قد قبض. يا ساتر يا رب. فلما انتهى من صلاته نظر إلي وقال لي يا حميراء أو يا عائشة بدلعها يا حميراء أو يا عائشة هل ظننت أن صاحبك قد خاس بك يعني خانك وغدر بك فلم أرد فقال صلى الله عليه وسلم أتدرين أي ليلة هذه قلت الله ورسوله أعلم قال هذه ليلة النصف من شعبان يطلع الله على عباده فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم فهي ليلة الذي يقومها وسيدنا النبي قال كده إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فهي ليلة مباركة بوصي الناس جميعا هم يغتنموها في أنهم يلجأوا إلى الله أن يصلح أحوالنا وأن يصلح ذات بيننا إن شاء الله. اللهم أمين. اللهم أمين. بس أقول كلمة تفضلي يا فندم ولا انت كنت عايزه تختم بالدعاء؟ لا يا فندم تفضلي. انا عايزه اقول سياده الرئيس السيسي انت تتلمس خطى عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب وتفكر انه اذا عثرت دابه في الشام فانت مسؤول في الكوفه فانا عايزه اقول لك يا سياده الرئيس نساء مصر لا تعتذر ما يحدث في مصر حدث منذ زمن بعيد لست مسؤولا عنه ونساء مصر إلى جانبك ازدادوا قوة وشراسة في الدفاع عن مكتسبات الوطن وإلى جانبك
نحن نسير ولن تتحمل مسؤولية إزاحة هذا الخطر اللا أخلاقي وحدك. نحن معك. وهو خاطب الشعب المصري كله في هذه المسألة وقال أن هناك دور كبير على مؤسسة الأزهر عليها أن تستعيد هذا الدور، وحمل الإعلام أيضا والمجتمع مسؤولية كبيرة. كلنا مسؤولون. كلنا مسؤولون، وهذا هو المنطق اللي احنا انطلقنا به في حلقتنا النهاردة. ويعني ربما يكون أحيانا هذا الكلام يفسر أنه من باب التأييد لرئيس السيسي أو ما إلى ذلك، احنا مؤيدين، لكن الحقيقة في تلمس واضح جدا لإدراك هذا الرجل قيمة وقيمة المرأة تحديدا في هذا التوقيت، حينما يتحدث عنها يتحدث بلغة صادقة تقدر بشكل كبير جدا دورها. ويمكن في خطابه وجه التحية، كانت في ناس كتير تقول اشمعنى بيكلم الستات، هو ليه المرأة بالذات اللي بيكلمها؟ هو يدرك أهمية المرأة، لأن زي ما مولانا قال هي قوام الأسرة، يعني هي الأم وهي الست اللي بتعمل وتكافح، هي اللي قربت من أحلامه وعلشان كده كان عليها كل كلامه. النبي قال ايه؟ الصلاة والسلام. مش عايز اخلص الحلقة دي. ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. ده تعبير المصطفى صلى الله عليه وسلم. صحيح صحيح. فقضيتنا قضية الايمان، احنا نرجع الاسلام هنجد فيه كل الحلول لهذه المشاكل جميعا. ان شاء الله. وانا بدعو للرئيس ان ربنا يوفقه. ربنا يوفقنا جميعا في هذه الليلة المباركة الى ما فيه صالح هذا الوطن، وربنا سبحانه وتعالى ينصره فيما هو فيه. يا رب يا رب، ويعيننا جميعا على اداء دورنا بما يجب. انا بشكر حضرتك الدكتور محمود عاشور وكيل مشيخة الازهر سابقا، نورتنا يا دكتور. وبشكر ايضا الاستاذه العزيزه الدكتوره هدى زكريا، نورتنا يا دكتور. وبنشكرك على حماسك الدائم، ودايما بنتابع لقاءاتك وارائك النيره. بشكرك يا فندم. ماسك الدائم للمراه. لا، لوطني لوطني لمجتمعي. انا بشكر حضراتكم. بعد الفاصل مستمرين معاكم، وما نغفلش ونحن نبدا صفحه جديده في حياه هذا الوطن، علينا الا نغفل، وعلينا أن نتذكر دائما أرواح الشهداء الطاهرة التي سالت على أرض هذا الوطن من أجل هذه الحرية التي ننعم بها، ومن أجل هذا المستقبل الذي ننتظره جميعا. الحقيقة كل سواء الرئيس الانتقالي أو الرئيس الجديد أو حتى أعضاء المحكمة الدستورية العليا أثناء أداء الرئيس لليمين الدستورية، كانت هناك دائما أحاديث عن أرواح الشهداء التي تحلق بنا جميعا في هذا الوطن في هذا الظرف الهام. علينا جميعا أن نتذكر دائما هؤلاء الشهداء. فقرة خاصة جدا مع أهالي الشهداء، من كل الشهداء، شهداء الشرطة وشهداء الجيش وشهداء الشعب، هم في النهاية شهداء لهذا الوطن العزيز. بعد الفاصل فقرة خاصة في العاشرة مساء لأرواح هؤلاء الشهداء، وأيضا تقدير للدور الكبير الذي قاموا به في هذا التوقيت. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش، أمانة بصولي وتسلموا لي على بلادي. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في إيدي واسمي شهيد، في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد، بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ولبسة جديد، لاخر نفس فيا بنادي بموت وانا بحب بلادي.
فراقك حواليا طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير. طيرين ملايكة حواليا طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير. همشي معاهم وهسيبك واشوف يا مصر وشك بخير. قالوا